تحرش في الطوبيسات يبقى احنا خصنا بعد ليديوكاسيون تبدا من البيت. الام شنو هي الدور ديالها بانها توعي زائدا عاوتاني المدرسه زائدا شنو نقول لك العيالات ما يخرجوش سامي تاريبي بليزيوغ فوا كونت جيتي جون تانا وقعت لي مرارا تا علاش تهضر معايا يقول لك قبضي طاكسي وانا جي 65 دابا عندي 65 عام لان ملي كتجي تهضري كيقول لك هيك مرا شافه حمقى ولا كيبقى موراك ولا شي حاجه باش خصك تبقى جالسه سورتو ملي كيكون انسان سورتو الوقت اللي فونكسيون كيجيو يجيو داك لي زو دو بوان تيكون زحام زيد على الشفره زيد على هذيك الظواهر عندنا هنا في المغرب مع عمرها ما غتحيد في الحقيقه راه ماشي راه من قله الاداب الا جينا نشوفوا حتى واحد ما كيبغي الا مو ولا اختو ولا حتى بنته يوقع لها التحرش بحال اللي كنشوفوا وقعوا لينا نيت حنا كاع واخا عيالات كبارات ما تيحشموش نفس اللي كيديروا الصغارات تيديروا الكبارات ما كان لا ينهي ولا اللي كيقول حشومه مرا كبيره ولا مرا صغيره ما كانش كاع اللي كينهي الا جيت يهضر شي واحد كيقول لك وهي بغات لو كان ما بغاش وكان هضرت لو كان دارت لو كان فعلت حيت حنا العيالات تا كنفوتوا ديك البلاصه اللي هي دورانجاتنا عاد نقولوا واش شتي فلان شوفي هذاك السيد شوفي ذاك راجل كبير شوف واش دار واش دار فهمتي اي راه هذا هو اللي ما خلاهمش كيهضروا ديك الساعه ملي يكون اما لو كان يوقع لهم بحال هذا الشيء اللي هو عيب وحرام ديك الساعه يعني نتحامى ونديروا يد واحده كيقيسوا ماشي كيقيس كيلصقوا ماشي كيقيسوا تيلصقوا هذا هو ولكن حتى واحد ما كيهضر جيت هضري بوحدك ما جاتش خص الواحد يتحد سواء في هذا التحرش سواء في عارفه الطوبيس فيه بزاف الحوايج لا ما فيها تحرش فيه الشفار هاد الكلمه يقولوها ولكن كل واحد الله يحسن عونه لو كان بغاو يركبوا في الطاكسيات ما يستناهمش هما يقولوا لهم راه مخهم عندهم يعني اللي عنده في استطاعته يركب الطاكسي وما يركبش الطوبيس ولكن كل واحد كيمشي على جهده يعني غير ركب في الطوبيس دير لي داك الشيء ولا نقبل الطاكسي كاينش التحرش اللي كيديروا في الطوبيس ما يمكنش الواحد من غير طوبيس حتى من الطاكسيات اي حاجه حتى واحد ما كيسكت كلهم كيسكتوا ما كيبقى ما كي حتى واحد ما كيدوي حتى واحد ما كيدافع على حقه كيسمحوا في حقهم انا صاحبتي تشنا واحد السيد كيتحرش واحد السيده والسيده ما هضرت ما والو وحنا حنا جوجات حنا اللي هضرنا عليها حنا اللي يعني غوتنا خاص هذا الشيء ما يبقاش واقع الصراحه حنا مغاربه ما خاص هذا الشيء يكون الناس كلهم يوعيوا وليداتهم وداكشي في الدار كيما بكري كيما بكري يرجعوا الناس كيما كانوا بكري يربيوا وليداتهم وردوا لهم البال ويكونوا معاهم وكنطلعوا للطوبيس بزاف الحوايج ماشي غير داكشي بزاف المشاكل كيكون ماشي غير هذاك الشيء الشفره تحرش كلشي اي حاجه خاص الواحد يحارب كلشي كيما بغاو يكونوا كلشي كي الصغار كي الكبار كي اللي مريض راه مريض وصافي سيحاربوا المرض هذاك راه مرض الانسان اللي كيدير بحال هكاك ماشي كيكون حتى هو ناقص في الدماغ ديالو ولا مريض ولا عنده مرض نفسي وعدو لا بديت كان نتجنب هذاك الشيء ما كان نتجنب طحت في داك الشيء بكري ولكن الانسان يرد البال من الواحد يبغي يخرج ولا شي حاجه يوصي وليداتو يقول لهم ردي البال من اي حاجه اكثريه هاد القضيه هي الخايبه ها ملي كنبغي نطلع الطوبيس كنتجنب الرجال من طبيعه الحال هذا الدين ديالنا بزمننا هاد الشيء خصو يوقع اصلا بالنسبه للتحرش اكثرهم كيدو على قبل اللبس كاين قليل فينا اللي محتارم في لبسه ابر على اللبس ان اللبس ما كيدويش ما كيجيبش واحد الدار ان شي واحد يتحرش بينا ولكن اكثرهم الدراري ما شاء الله ماشي الدراري كاملين حيت كلهم غيبداو يتناقضوني في لي كومونتير ان الدراري النص ديالهم واخا تكوني لابسه اللي لبستي خاصو لابد يتحرش بك عنده واحد الفيس ما كيش حيس سبحان الله انك كتكوني واقفه في الطوبيس ما كيلقى ما يدير شويه دماغه ماشي تلهي يقدر يعنقك انت كتحشمي انك تقولي للبنادم جمع اخويا ايد المهم قدام بيبليك كتحشمي كاين بعدا انا ما وقعتش لي ولكن اللعيبه ديال التعناق هذيك طراش وسمحي لي راك واحد كيضرب على راسه ما نكذبش عليك كل واحد خايف اصلا من راسه خايف من بزاف د الحوايج خصوصا الا كان شي واحد هو مقطع ومقطع الوراقي بيان سور ما غيهضروش غيشوفوا غيهبطوا يقولوا الله يستر الله يهدي ما خلق سي شو غيهبطوا ما كاين شي واحد غادي يهضر ولا شي حاجه من غير الا كان الامن في الطوبيس سي بيان سور غيهضر حاجه باينه كندوي كنعاير قدر لدرجه ان نضارب حاجه باينه وقعت لي بزاف د المرات في الطوبيس وشو جوخ كنضرب على قبل هاد اللعبه
ومن تما كنبقاش كركب في الطوبيس، ولات ديما كناخذ طاكسي، وش الطاكسي كيوقعوا فيه هاد لي بروبليم، لا طوبيس لا طاكسياش.